ولنقاش ملف استمرار أزمة الرواتب في العراق والحلول المقترحة من الحكومة والتي زادت من غضب الشارع العراقي، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى بفالح الكبيسي. أهلا بك دكتورة. أهلا، مرحبا. في ظل استمرار أزمة الرواتب ورغم الوعود التي أطلقتها الحكومة، ما مدى نجاعة هذه الحلول التي تتحدث عنها الحكومة لتجاوز الأزمة الاقتصادية؟ نعم، مساء الخير عليك ست سمية وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة إن ما ذكرتموه في تقريركم بما يخص الإنفاق وكيفية ستتعامل الدولة مع مجريات الأمور، طبعا هنا يجب أن نحدد ونشير إلى أنه الحالة التي يمر بها العراق لم يمر بها منذ عام 2003 بهذا الوضع الذي نحن به الآن، وبالتالي فهو من أصعب الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي الآن في 2020. صدر التقرير الجديد للبنك الدولي يشير إلى بعنوانه يعني المترجم العراق والإبحار في عاصفة عاتية، بمعنى أننا في ظروف جدا جدا سيئة، وبالتالي سوف كما ذكرتموه في تقريركم سوف لن يكون هنالك جدوى من الوضع الاقتصادي أن نستفاد من أسعار النفط المنخفضة من جهة، وبالتالي لا توجد هنالك موازنة محددة للعراق، وحتى ما ذكرتموه في تقريركم أن هناك ستكون موازنة خلال 6 أشهر القادمة، هذا بالحقيقة الأمر لا تسمى موازنة بشكلها الصحيح والقانوني، وبالتالي نحن أمام مشكلة كبيرة. سنتحدث عن هذه النقطة في وقت لاحق المتعلقة بموازنة 6 أشهر، لكن قبل ذلك نشير لتقرير الأمم الذي تحدث عن الوضع المالي في العراق بأنه سيفاقم من معاناة مئات الآلاف من الفئة الهشة بسبب وباء كورونا. على غرار هذا الوباء، ما الآثار الناجمة عن أزمة الرواتب هذه وما انعكاساتها على الطبقات الاقتصادية في العراق؟ يعني في الحقيقة لاحظي أنه إحنا التقرير أيضا الصدر عن البنك الدولي يشير إلى أنه من 2019 شهر العاشر، يعني قبل جائحة كورونا وقبل انخفاض أسعار النفط، أشارت إلى أن هنالك حزم يجب أن يتم الأخذ بها، وهي تقليل العمالة في القطاع العام وبالتالي تخفيض سن التقاعد، إضافة إلى أنها أشارت إلى الآن تشير يعني بعد هذه كل الأوضاع، إذا بقيت أسعار النفط عند حدود 30 دولار فستكون هنالك مشكلة كبيرة، وبالتالي سوف لن يكون بمقدور العراق أن يوفر الرواتب، وأيضا أنتم أيضا ذكرتموه في تقريركم حتى الشهر القادم من الصعوبة جدا يمكن توفير هذه الرواتب، سنكون بحاجة إلى 67 مليار دولار عند نهاية السنة لو بقيت أسعار النفط عند حدود 30 دولار إلى نهاية هذا العام. نعم دكتورة، من الحلول المقترحة لحل أزمة الرواتب والأزمة المالية ككل اللجوء للمخزون المالي، ما مدى نجاعة مثل هذا الحل؟ مخزون مالي، عفوا، أي مخزون مالي؟ مخزون المالي الموجود لدى الدولة يعني؟ نعم للعملة الصعبة. نعم، أساسا مخزون مالي للدولة كما نعلم لا يوجد الآن، يعني الموجود أيضا لا يعني يستوفي الشروط أو أنه لا يستطيع أن يعمل على توفيره واستخدامه للرواتب أو حتى لمدة شهر، وبالتالي أيضا هذه النقطة يعني قد تكون من الصعب جدا التفكير بها أو اللجوء إليها، قد يكون التفكير وأنتم أيضا ذكرتموه في مجال القروض، وهذه أيضا هنالك مشكلة كبيرة أخرى سواء كان بالنسبة للقروض الداخلية أو الخارجية، وبالتالي أيضا هذا قانون القرض فيه شروط أساسية محددة كيف نقترض في الداخل، لا غير مسموح لنا أكثر من 15 تريليون دينار عراقي، يعني حوالي تقريبا 13 مليار دولار، وأيضا كما ما هو موجود هو 5 مليار دولار من الخارج قد يكون من الصندوق النقد الدولي. هذا هو الموجود لدينا الآن.
نعم دكتورة، نعود للنقطة التي أشرت إليها في بداية اللقاء المتعلقة بموازنة 6 أشهر، كيف يمكن تقييم هذه الخطة الآنية وقصيرة المدى إن صح القول لتسيير ميزانية الدولة ومدى فعاليتها للخروج من الأزمة؟ يعني في حقيقة الأمر أرجع وأقول أنه يعني ليس مجديا أن تكون هنالك موازنة ل6 أشهر، يعني هذا في لا يوجد هكذا شيء في الفقه الاقتصادي، ولكن المتعارف عليه أن تكون الموازنة مشرعة لمدة سنة كاملة، أما تكون ل6 أشهر فهذه كأنها موازنة خاصة عائلية يعني وليست موازنة دولة، وبالتالي يعني احنا يجب أن نعلم من أين الإيرادات ومن أين المدخولات. احنا إلى الآن هذه السنة مر منها 6 أشهر لم نعلم كيف صارت وكيف ستسير، ولذلك تلاحظين يعني احنا بين الحين والآخر نشير إلى أن الرواتب سوف لن تكون بمقدورها الدولة على تلبيتها في الفترة القادمة، وقد يكون تحديدا في حزيران، ولذلك أن الدولة تفكر في أنها تقترض على سبيل المثال حتى الرقم المذكور اللي هو 5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هو رقم غير مجدي، وبالتالي صندوق النقد الدولي أساسا لا يعطي مثل هذا الرقم دفعة واحدة، قد يعطيه على دفعتين أو على أقل، وبالتالي أيضا ما المجدي من ذلك إذا ما علمنا أن الرواتب الشهرية هي تقدر بحوالي 5 مليار دولار؟ إذا أيضا هذا الأمر غير مجدي، وبالتالي هذه الموازنة لمدة 6 أشهر أو ما يطلق عليها بموازنة الطوارئ هي أيضا غير مجدية، وبالتالي ستدخلنا في مشاكل كثيرة، سوف لا نعلم كيف نحصل أو من أين سنحصل على الإيرادات، الإيرادات التي متعارف عليها يجب أن نحصل عليها من المدخولات التي هي الحدودية وما يخص بيع مزاد العملة في البنك المركزي سوف لن تكون واضحة هذه بالنسبة لنا، وبالتالي سوف لن تكون هنالك موازنة صحيحة وسيكثر هنالك الفساد أكثر مما هو عليه وستزداد المشكلة، ولذلك نرجع ونقول أن البنك الدولي أصدر تقريره الأخير هو أن العراق يبحر في عاصفة عاصية. نعم. شكرا جزيلا لك دكتورة هدى فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.